تحية سامع بورلاند، وماذا نرى لسامع بورلاند؟ خلينا نتكلم سامع بورلاند من البداية. احنا قلنا ان احنا عملنا صعود على شكل خماسي من المستويات دي، عملنا 1 2، عملنا 3، تراجعنا ب4، وعملنا 5. التصحيح اول موجة كسرت لنا المناطق الطلب اللي هي عند مستويات 49 قرش، اللي هي كان اول مناطق طلب ممكن ترتد منها الاسعار، لكن ما حصلش هذا الافتداء. وقلنا في الفيديوهات السابقة ان احنا عايزين تصحيح على الاقل مستويات 61 فيبو، اللي احنا غالبا قريبين منها قوي حاليا، اللي هي مستويات 7 جنيه و60 قرش اللي احنا عندها حاليا، ودي مناطق مهمة قوي. ومناطق 6 جنيه مناطق مهمة قوي، اللي هي 78 فيبو، اللي ممكن السعر ينزل لها ومش مستبعد. يعني احنا ما زلنا في مناطق جيدة جدا كمناطق استثمارية، ولكن ننتظر ردة الفعل وننتظر الاستقرار فوق مستوى 8 جنيه و70 قرش، ودي نقطة مهمة قوي، المنطقة اللي انا عايز الغي اخر موجة هبوط. لو رحت على فريم الساعة عشان بقى اشوف انا فين، واشوف بنية التصحيح اللي معذبنا معاه ده، ونلم الشرط شوية. لو احنا ركزنا مع بعض، انا السهم ده عمل لي هبوط، عمل لي اول موجة، طلع عمل تصحيح ضعيف جدا صعودي، وعمل لي الموجة التانية، وانا بالنسبة لي ده تصحيح مكتمل، وطلع صعد لحد المستويات دي. طيب انا ده تصحيح مكتمل، وكنت استنى عدد الاختبار عشان اشوف هل هيحتمل المناطق دي ويرتد منها ولا لا. ليه بقول ده تصحيح مكتمل؟ طيب خلينا نروح مع بعض ونشوف ليه ده تصحيح مكتمل. لو انا جيت خدت فيبوناتشي عندي وقلت احنا اتفقنا ان الضلع الاول ممكن يجي موازي للضلع الضلع سي، ممكن يوازي الضلع ايه، او ممكن يوصل لحد مستويات 127 فيبو. انا الضلع الاولاني بتاعي كان هنا، وبعد كده لا سوري، هناخد فيبوناتشي الاخر. قلنا ان انا الضلع الاول بتاعي ابتدى من هنا، ونهايه النقطه هنا، فانا بالنسبه لي كل هذا الهبوط يواجهه هبوط تاني بنفس المنطقه، ممكن اوصل لحد مستويات بقى ال 127 فيبو، ممكن اوصل لحد مستويات ال 100 فيبو، ولكن انا بدور على انعكاس اللي هو واحد لواحد، يعني يبقى نفس طول الموجه تقريبا، ده اللي ببحث عنه. طيب انا هنا نزلت وعملت تقريبا نفس طول الموجه، عملت واحد لواحد، وطلعت صعدت ولحد مستويات 78 فيبو تاني وارتد منه. مش هل ده ممكن يكون بمنتهى البساطه ان انا طلعت عملت اكس واي واعمل موجه هبوط تانيه؟ طيب لو انا جيت خدت السيناريو ده اللي احنا لسه صارحينه مع بعض النهارده، ان ده نموذج انعكاسي، طيب يبقى انا المفروض هعمل ايه؟ هاخد الهبوط بتاعي كله لحد المستويات دي، تمام، واخد التصحيح بتاعي، او انا بستهدف بقى مستويات فيبوناتشي من المستويات دي اللي انا بمنتهى البساطه عشان ابحث عن صعود، انا عايز اكسر مستويات ال 8 جنيه و70 قرش زي ما انا قلت. هلاقي اول مستوى فيبوناتشي ممكن ارتد منه مستويات ال 38 فيبو، والمستويات المفروض ان انا بصحح دايما بين مستويات 50 فيبو لحد مستويات ال 61 فيبو، يعني انا عندي منطقه طلب اخرى عند المستويات دي، تمام، اللي هو الطبيعي المفروض ان انا هنزل اعيد اختبار المستويات دي، تمام. ده السيناريو الاقرب واللي ممكن احنا نبحث عنه، ولكن بقى انا عايز سيناريو اخر، انا عايز ابتدي اراقب بشكل مستمر هيكلة الصعود بتاعت اخر موجة اللي انا عندها دي، واللي هفضل بمنتهى البساطة اراقب. انا الموجة دي بالنسبة لي انا ما زلت شايفها على ترند هابط، طيب ولو صعدت ولا كأني شايفها الا لما تكسر لي المستويات دي اللي هي مستويات ال 8 جنيه و70 قرش، يعني عبور لاند لا يحق لنا الدخول فيه الا بالصعود والاستقرار فوق مستويات ال 8 جنيه و70 قرش. طب لو عايز انا اخد مستهدفات الموجه دي، قلنا هاخد قمه واخد قاع اللي هو واحد اللي اتشكل عندي، وهاخد اخر قاع تشكل اللي هو القاع ده، وهستهدف بعد كده مستويات ال 161 فيبو هبوطي كموجة تالتة، وبعد كده المفروض ان انا ارد موجة رابعة، والموجة التالتة يا جماعة ممكن تمتد لحد مستويات ال 200 فيبو و 261 فيبو كمان،
يعني مش شرط ترتد لمستويات ال 200 فيبو. طيب هلاقي نفسي فين؟ بقيت عند مستويات ال 200 فيبو فعلا، وارتديت شويه وكملت، وممكن انزل اكمل لحد مستويات ال 261 فيبو اللي هو مستوى ال 7 جنيه اللي هو منطقه ال 61 فيبو وما زلنا فيها. هل ممكن الموجه دي تبقى منقطعه ونصعد المستويات دي؟ وارد، ليه لا؟ يعني ما فيش حاجه مش وارده، وده وارد جدا ان احنا نكمل صعود من المستويات دي، خصوصا ان انا الموجه دي عندي مكتمله والارتداده دي ارتداده انعكاسيه وما زلت مكمل. ده اللي انا شايفه، وشايف ان انا ممكن استنى لمستويات السبعة جنيه واراقب المستويات دي. طيب ممكن يعمل ايه؟ ممكن كمان، وده الوارد، عشان كده بقول نستنى الاستقرار فوق مستويات السبعة جنيه وستين قرش. ممكن يكون ده بداية انعكاس عندي لواحد اتنين واكمل للموجة تلاتة واخد اربعة وخمسة، ويبقى ده بداية دورة سعرية بدأت عندي من تحت مستويات السبعة جنيه وستين قرش. يبقى افضل تعامل استنى مع عبور لاند اللي هو ايه؟ اللي انا استقر فوق مستويات التمانية جنيه وسبعين قرش، وكمان اكسر المناطق دي بقوة اللي هي مناطق التسعة جنيه واربعين قرش، واستقر فوق منها واشوف هيكلة الصعود اللي هتحصل كمان، هل هيكلة اندفاعية ولا هيكلة تصحيح. فمازال عبور لاند لن يعطي اي مساحة للصعود، وكمان انا ممكن ارسم قناة سعرية على آخر هبوط، وأخلي آخر هبوط ده بالنسبة لي مهم جدا، وأفضل أتعامل معاه قطعة قطعة لحد ما أخلص، أشوف خطيت الخط الأوسط للقناة في النص، وألاقي إن أنا نزلت لمسته بمنتهى البساطة. هل هرجع أكمل تصحيح وأكمل في الاتجاه الهابط وده الأقرب للحدوث، لين اختبار مستويات ال 161 فيبو اللي إحنا عندنا، اللي قلنا من عند مستويات ال 7 جنيه و60 قرش لحد مستويات ال 7 جنيه. وبالتوفيق.